سنخلق أهم 10 أحداث ستحصل للبرج الرائع جدا صاحب الصفات المميزة. ومن أهم صفاته لديه عيون كالسحر، قادر من خلالهن كسب القلوب الأشخاص اللي حوله. لديه طاقة روحانية عالية جدا، قادر من خلالها أيضا توقع الأحداث القادمة وتنبؤ في الخطر قبل حدوثه. أكيد أنا بحكي عن البرج المائي، برج الحوت. الرجاء من الجميع اللايك التشجيعي، والأشخاص الجدد على القناة ما ينسونا بالاشتراك، ومهم جدا يفعلوا زر الجرس عشان نكون على المباشر مع بعض بإذن الله تعالى. وللتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت أسفل الفيديو صندوق الوصف، ومرات بكتبه في التعليقات. نرى يا أصدقائي كيف ستكون أحداث مع مولود برج الحوت. ستكون فترة رائعة جدا ومليئة بالأحداث الإيجابية التي ستفرح قلبك، وخصوصا أنك ستنجح أنك تحقق أحد الأهداف التي تسمو إليها. تتاح لكم الفرص الاستثنائية لبعض المكاسب المالية، يكون أغلبها أعمال مشتركة بينك وبين الأشخاص الآخرين. لا تتردد أنك تحكي الأفكار والمشاريع اللي فكرت فيها مسبقا للأشخاص اللي من حولك، لأنه سينعجبوا بهذه الأفكار وهذه المشاريع، وسيحاولوا أن يتقربوا منك بهدف أن يكونوا معك شراكات تعود إليك وإلهم بالنفع وبالدخل المادي الجيد. في الأمور العاطفية هناك تغيرات جذرية، وخصوصا أنه الحبيب تغير معك في الآونة الأخيرة، وصرت تشعر أنه ممكن ما يوفي بالوعود اللي أوعدك فيها. هذا الموضوع رح يخليك تعيد التفكير في العلاقة من أول وجديد، وستستشير أحد أفراد العائلة بهذا الموضوع، وما رح يبخل عليك بالنصيحة اللي بتدفع بمصالحك إلى الأمام. ولا تتردد أنك تأخذ القرار الصحيح، لأنه يا مولود برج الحوت لما تكون بعلاقة فيها خيبة أمال أنك بتضيع أهم أيام حياتك من ناحية، ومن ناحية أخرى بتضيع فرص عاطفية كنت ستحصل عليها بالفترات القادمة. وخصوصا أنه هناك شخص استرتاح لصحبته، راح تتعرف عليه من مواقع التواصل مثل الفيسبوك والواتساب وأشياء من هذا القبيل. هذا الشخص راح تنعجب في كثيرا، وهو سينعجب بك أيضا كثيرا، راح تتبادلوا الرسائل الرائعة جدا والجميلة. واستشعر أنه هو نصفك الثاني، لا تقفل الأبواب الجديدة في الأمور العاطفية. أنا بعرف أنك تجاوزت فترة كانت مش سهلة عليك، وأشخاص كثير جدا اللي خيبوا آمالك، وهذول الأشخاص سببوا لك أنه بطلت تثق بأي شخص من اللي حولك. ولكن يا صديقي مش كل أصابعك واحد، افتح الباب للفرص الجديدة في الأمور العاطفية. هناك خيبة آمال من شخص عزيز جدا على قلبك، وهذا الشخص كنت دائما توده وتمده بيد العون والمساعدة، وعمره ما طلب منك أي إشي إلا ما سويت له إياه، مثل مساعدة مالية أو مساعدة معنوية. هذا الشخص رح يبدل إحسانك في الإساءة. دائما يا صديقي اتقي شر من أحسنت إليه، حاول قدر المستطاع إنك تتغدى فيه قبل ما يفطر فيك. كيف يعني يا أصدقائي؟ يعني شيل الغباش عن عيونك، وبإذن الله تعالى راح تعرف هذا الشخص اللي أنا بحكي عنه، والأغلب إنه من الأبراج المائية للأسف الشديد، هو من نفس فصيلة برجك المائية. نكمل يا أصدقائي، وبتمنى إنه تجيك رؤية فيه وأنا بتحدث الآن. ولا تتردد
انك تاخذ فيه قرار نهائي انك تنهي علاقتك فيه قبل ما يوقعك بمشكله صعب انك تطلع منها، والله يحماك بحمايته. اما الاشخاص المتزوجون ستنجح انك تنهي كل الخلافات والمشاكل اللي بينك وبين الشريك، وستكون ثنائي رائع جدا قادرين تدفعوا بمصلحة العائلة الى الامام، وستقوموا ببعض الاعمال المشتركة، ستعود لكم بالنفع وبالدخل المادي الجيد. اعلم يا مولود برج الحوت انه الشريك بحبك بمعنى الكلمة ومخلص لك. لا تدع اي شخص انه يحاول يزعزع هذه العلاقة، لأن هناك شخص سيحاول تشويه سمعة الشريك أمامك وأيضا تشويه سمعتك أمام الشريك، وهذا الشخص هو من المقربين من حولك وهو من الأبراج النارية. احذر منه وحاول أنك لا تخلي أي أحد يتدخل بشؤونك العائلية، لأن ما رح يجيك منه غير وجع الرأس. هناك بعض النشاطات الاجتماعية وزيارة الأقارب والأصدقاء، تتلقى العديد من الدعوات إلى مناسبات سعيدة مثل حفلات الزفاف وعزومات الغداء. ستكون بهذه المناسبات بقمة الجمال والأناقة. لن تكون وحيدا، بل سيلتف الكثيرين حولك طالبين دعمك إلهم أو منحهم الطاقة الإيجابية. أما الأشخاص المنفصلون، هم تجاوزوا فترة كانت مش سهلة عليهم، وخصوصا أن الحبيب السابق خيب آمالهم وما أوفى بالوعود اللي أوعدكم فيها يا مواليد برج الحوت. ولكن يا أصدقائي، دائما اطلع على الكوب المليان، أنه هذا الشخص ما ظليتك مخدوع فيه، وبين على حقيقته أمامك. هذا الشخص سيحاول أنه يتواصل معك من أول وجديد، ويحاول يتقرب منك بهدف أنه يعيد الأمور إلى مجاريها مثل ما كانت في السابق. ولكن يا صديقي، المجرب اللي مجرب عقله مخرب. يعني شو المقصود عندي؟ أنك لا تعود لهذه العلاقة، لأن هذه العلاقة القديمة قد تدمر مستقبلك. احذر يا مولود برج الحوت، في الأمور الصحية قد تشعر ببعض الإرهاق الجسدي والآلام غير اعتيادية في الجسد، مثل آلام في الظهر وفي القدم اليسرى وأيضا في المفاصل. لا تتردد أنك تعمل الفحوصات اللازمة وتطمن على نفسك، لأنه يا صديقي كل شيء بتعالج بخلص وبروح، والما بتعالج بيتفاقم وبزيد. أما الأشخاص اللي عندهم امتحانات داخلية أو خارجية، أو مقبلين على مطالعة، أو مقدمين في الأمور الورقية مثل معاملات، أو مقدمين لشركة أو عندهم مقابلة، الحظ يبتسم لكم، ستكون الأمور كما تحبوا وتشتهوا. وإن شاء الله الحظ ما رح يخيب آمالك، وسيكون بجنبك دائما بهذا النواحي. احذر من احد الاشخاص من افراد العائله، هذا الشخص بحاول اعاقه تقدمك وهو كالثعبان بحياتك. كيف يعني كالثعبان؟ يعني امامك بتحسه كالملاك وممكن احسن الاشخاص لك، بس بيستنى تلف وجهك وما راح يتردد بغدرك وخيانتك، ويستخدم اسرارك كاسهم ويرميك بها. هو الأغلب أنك هذا الشخص بتعرفه، وأنا بتحدث الآن ستأتيك رؤية فيه بإذن الله تعالى. لا تتردد أنك تواجهه وتوقفه عند حده. لنكمل يا أصدقائي، بس قبل ما أكمل بحب أعلمكم أنا بعمل 30 قراءة خاصة ومجانية، بتم اختيارهم من التعليقات اللي تحت أسفل الفيديو كل آخر شهر. اللي ما بيحالفه الحظ هذه المرة ما يزعل، إن شاء الله بالفترات القادمة سيحالفك الحظ وتكون أحد الرابحين معي في هذه القراءة.
أما للتواصل على طريقة الواتساب بتلاقي رقم الواتساب تحت الفيديو صندوق الوصف، ومرات عم بكتبه في التعليقات. أما الأشخاص تربح معي قراءات خاصة، قراءة عبارة عن كشف كامل روحاني عاطفيا ومهنيا، توقعات الأشهر القادمة بإذن الله تعالى، وإذا في موضوع معين أو مشكلة معينة عم تبقى الحسد أو السحر نتناقش فيها بشكل مباشر، وبإذن الله تعالى بنلاقي لها حل لكل داء بإذن الله تعالى، الدواء الشافي. كل الحب والتقدير لكم يا أصدقائي.